السلام عليكم. كما طلبتوا مني هي الفيديو تاع الدودانات ولا العقبات، كيفاش تكونوا كي وقتاش ديروا الدودانات بدوزيام وقتاش ديروهم ببخوميير. دوك هاديك نوري لكم هنايا دودانات العراض، يكونوا عراض يعني يكونوا مسطحين شوية، هادوك نديروهم بدوزيام، والدودانات اللي يكونوا رقاق ولا يكونوا مكسرين هادوك نديروهم ببخوميير. دوك تشوفوا هنايا نديماريو الحاجه الاولى كيما وريت لكم، ما نعاودوش، وريت لكم فيديوهات سابقه كيفاش نديماريو. ومن بعد راني نمشي عفوا راني نمشي دوزيام هنايا، راني نمشي كي راني نمشي دوزيام هنا. شوفوا السرعه تاعي راهي دوزيام هنايا، كاع دوزيام شوف دودانا لهيها. الحاجه الاولى نحي تجي من اكسيليغاتور، نقص بشوية فخان، نقص بالفران برك، غير نشوف دودانا تخبات ولا ما نشوفهاش نطلق الفران نرجع لاكسيليغاتور. هنا راني بدوزيام، ما بدلتش الفيتاس تاعي، راني قعدت بدوزيام. زدت شفت هنايا دودان وحد اخر، نحي رجلي من لاكسيليغاتور، نقص بالفران، غير تخبط دودانا لولي ما نشوفهاش نرجع نولي ناكسيليري. نقعد نمشي هكذا، راني بدوزيام، راني نورمال نمشي باغ اكزومبل. دوك ما كاين والو، نحي نجي من لاكسيليغاتور نعبز لومبياج ندير تخوازيام. ومن بعد شفت دودانا نقص بالفران، كي نشوفها لحقت ليها نعبز لومبياج نرجعها دوزيام، ونطلع دودانا ديالي عادي بدوزيام. هادو الدودانات كامل اللي نديروهم بدوزيام. دوك هنايا هاي لي تانيك دودانا واحدة اخرى، نحي نجي من لاكسيليغاتور نمشي شويه الفران، شوف دودانا خلاص تخبات وليت ما نشوفهاش نطلق الفران نرجع لاكسيليغاتور. كمل هكذا بلاكسيليغاتور تانيك، ما عندي والو مورا يعني قبلي، نحي تجي من لاكسيليغاتور نكرازي لومبرياج نجوز تخوازيام. راني نمشي لقيت هنا بلاكا تقول لي بلي دودانا، نعرف بلي كاين دودانا موراها، موراها بخمسين متر نلقى دودانا. الحاجة الأولى نحي تجي من لاكسيليغاتور، نقص بشوية فران، نعبز لومبرياج نجوزها دوزيام، نطلق لومبرياج. هادو هما الدودانات كامل نكونو نديروهم بالدوزيام على خاطر راهم عراض. دوكا راني دوزيام، تقعد لا فيتاس تاعي، لو فيتاس تاعي في الدوزيام، نقص غير بالفران، شوف دودانا تخبات نرجع ناكسيليري، ما نقصش بالفران حتى تهبط لي تحت 10، بس كي هبطت لي تحت 10 في الطابلو ديالي تم لازم لي ندير بخوميير. هنا راني نقص برك، نقص غير شوف دودانا تخبات لي نطلق الفران. هنا شوفي راني هنايا راني دوزيام، هادي دودانا رقيقة، هنا نحي نجي من لاكسيليغاتور نعبز لومبرياج ندير بخوميير، نعاود نديماري، نعاود نديماري هنا اللي لازم نديرها بخوميير. دوك تشوفو كيما هادي فلاسيتي هادي، كاين دودانات يكونو رقاق، شوفو هنا، هنايا كلي هايلك رقيقة كليح، تحبس تعاود تعبز لومبرياج، تفريني، مبعد تطلق الفران، نطلق لومبرياج بالعقل. نعاود ناكسيليري غير شوية. دوك مشيت نحي نجي من لاكسيليغاتور نعبز لومبرياج ندير دوزيام، راني نمشي نعاود نحق هايليك دودانا رقيقة، نحي نجي من لاكسيليغاتور نعبز لومبرياج نفريني ندير بخوميير نعاود نديماري. نزيد نلحق هنايا مام راني بخوميير، نحي نجي من لاكسيليغاتور نعبز لومبرياج نقص شوية بالفران، بعد نطلق الفران نعاود نرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل. انا حبيت نفهمكم باللي شوفوا الدودانات كيكونوا عراض يعني هنايا نقصوا بالفران برك، نقصوا شويه فران ونقعدوا دوزيام على خاطر الطوموبيل راهي حتطلع كامل فوق الدودانه، ومن بعد يهبطوا الرود الاولين وتزيدوا يهبطوا الرود الخلفيين. يعني هنايا ميم نقصوا بالفران ما تخبطش الدودانه، ما تخبطش الطوموبيل تاعنا، لازم نقصوا نقصوا بالفران، كي نشوفوا الدودانة خلاص ولينا ما نقدروش نشوفوها تم نطلقوا بالفران نخلوها تطلع، ومن بعدك نرجعوا لاكسيليغاتور غير بالعقل. هنا رانا نهضروا غير على الدودانات اللي يكونوا في منطقه مسطحه، يعني نكونوا في طريق بلا، يعني تكون الطريق هذيك تكون ماهيش هبطه ما راهيش طلعه، يعني تكون مكان مسطح. يعني هنايا باش نفهموا من بعد دودانة في طلعه كاين كيفاش نخدموها،
والدودانة فيه هبطة كاين كيفاش نخدموها. اما هنا دوك تشوفوا في هذه الصورة الثانية، هادوما الدودانات اللي قلنا نديروهم بخوميير، نديرو لا فيتاس تاعنا في السرعة الاولى. علاش نديروه في السرعة الاولى؟ على خاطر هنا الرود الاولين يهبطوا ومن بعد باش يطلعوا للرود الخلفيين. هنا تقدر تخبط لك الطوموبيل في الوسط، على بيها نقولوا هادو الدودانات ماضيين لازم نديروهم بالسرعه الاولى، ما نقدروش نقصوا غير بالفران، وكان نقصوا بالفران بعد كيجوز الرود الاولين تتخبطنا الطوموبيل في الوسط. ما لازمش نستهزاو في هذا الشيء، يقدر هكذايا ويصراو لنا بزاف مشاكل في الطوموبيل ديالنا، يعني يصرا كاش عطب في كاش بياسه. على بها لازم هنايا نحضروا نرجعوها للسرعه الاولى، لخطر هادو الدودانات الرقاق نديروهم بالسرعه الاولى. نحيو رجلنا من لاكسيليغاتور، نعبزو لومبرياج، نديرو بروميير ونعاودو نديماريو تما غير بالعقل. ميم هادو الدودانات اللي على شكل دبابيز ولا على شكل مسامير نديروهم بالسرعه الاولى باش اللي يكونوا الركاب اللي يكونوا معانا ما نحركوهمش بزاف، ونحافظوا على السياره ديالنا. هادو متانيك ما تستهزاوش، نديروهم دائما بالسرعه الاولى. راني نهدر هنا على مكان يكون مسطح، يعني ما نكونوش فيه هبطه وما نكونوش فيه طلعه، فيه هبطه وفي طلعه. دوك نفهمكم كيفاش نديرو يعني كيفاش نديرو السرعه، كيفاش نكونو، كيفاش رجلينا تانيك يكونو. هنايا كيكونوا كاين دودانات فيه هبطه، هنايا تختلف قبيله اللي وريتهم لكم في طلعه. هنا الدودان تشوفوا نقصوا بالفخان، مي كي تتخبى ما نطلقوش الفخان، نقعدوا منقصين على برجلنا، نقعدوا منقصين بالفران خاطر هبطه. باش اذا تشوفوا هاي دودانه وحده اخرى دوزيام راهي باينه، هذه اللي راهي مسبوغه، هنا نقص بالفران، يعني دوزيام نقص بالفران، ميم تفوت الدودانه ما نطلقش الفران، نقعد منقصه باش ما تخبطليش طوموبيل. هكذا نقعد منقصه، رجلي دائما تقعد على الفران فري هبطه، وعلى الدودانه تانيك نقعد منقصه ما نطلقش كاع الفران. هنا شوفوا هاي ليك تانيك، هاي ليك نقعد منقصه ما نطلقش كامل الفران على خاطر هبطه. الدودانه في طلعه هنايا تقعد رجلك هنايا كي تكون في طلعه. شوفوا هنا دوكا رانا طلعه كملنا الهبطه، درت وعاودت ولي تاني في طلعه. هنايا طلعه شوفوا راني دوزيام، هنا ما نفرينيش في طلعه، نرخف على لاكسيليغاتور برك ونعاود ناكسيليري، نعاود ناكسيليري هكذا. نزيد هنايا هاي ليك دودانه وحده اخرى، نعاود نلحق ليها غير نشوفها، نرخف شويه على لاكسيليغاتور، ما طلقش لاكسيليغاتور كاع، غير نلحق ليها تخبالي، نعاود نولي ناكسيليري باش تطلع. هنا واش حبيت نشرح لكم؟ حبيت نقول لكم باللي قلت لكم باللي في البلا وفي مكان مرتفع وفي هبطه الدودانات ما يتخدموش كيف كيف. هنا في البلا نقصوا برك بالفران كي يكونوا دوزيام، ومن بعد كي تخبانا دودانه نرجعوا ناكسيليريو، ومن بعديك نكملوا السير تاعنا. اذا ما كانش دودانات وحده اخرى نديروا ثوازيام ونكملوا السير تاعنا. اما الا كانت في مكان مرتفع هنا ما نمسوش الفران، نرفعوا رجلنا شويه على لاكسيليغاتور تنقص الطوموبيل، نعاودوا نولوا ناكسيليريو، ما نحيوش رجلنا كامل لاكسيليغاتور حتى تموت، وما نحيوش رجلنا من لاكسيليغاتور حتى تهبط لنا العشرة. لا لا، نرفعوا شويه برك رجلنا على لاكسيليغاتور، ومن بعد غير قريب نلحقوا ليها نزيدوا نعاودوا ناكسيليريو باش نعطيو لها القوه تطلع، وما نعاودوش ناكسيليريو حتى نطيرو، نعاودوا ناكسيليريو غير شويه برك. وحبيت نقول لكم فيه هبطه، فيه هبطه، لا لا ديجا فيه هبطه، راكي تنقصي بالفخان، راكي تنقصي بالفران، ومن بعدك راكي تنقصي، زدتي شتي دودانه زيدي تنقصي، زيدي تضغطي على هذاك الفران، صافي هذاك تنقص يولي فوا دو، صافي نقصنا على جال هبطه، زدنا لقينا دودانه، زدنا نقصنا، زدنا يعني هذيك كنا منقصين ديجا، زدنا كي شفنا دودانه نقصنا، وماشي غير تفوت دودانه نطلق الفران، لا لا، ما منفوت دودانه نقعد رجلي على الفخان باش ما تغلبنيش، على خاطر كاين انا وشغل ما ركيت الكونديدات تاوعي ينقصوا بالفخان، ينقصوا مي غير تلحق للدودانه يطلق الفران، يدير في بالو بلي خلاص فاتها هو، لا لا، اقعد رجلك على الفران حتى تكملي كامل هذيك الدودانه وتكملي هذيك الهبطه، باش على خاطر اذا نقصتي بالفران ومن بعدك طلقتي الفران كلي ما درتي والو تعاود تخبط لك الطوموبيل. ان شاء الله سييت ماكسيموم كيفاش نلحق لكم الفكره، يعني
سمحوا لي بالك راني كررت، ونشكركم بزاف بزاف على دعاوي الخير اللي راكم تخليهم لي تخليوهم لي كامل في لي كومونتير، ولي خلاو لي دي كومونتير وبعثوا لي ميساجات في الفيسبوك قالوا لي بلي رانا خرجنا وسقنا وحدنا. نقول لهم راني فرحت اكثر منكم. نتلاقاو في فيديو اخر، مع خلوا لي في لي كومونتير دائما شاكم حابين، وربي يقدرني نديلكم وربي يوفقكم ويقدركم باش تسوقوا سياراتكم. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو اخر.